ازيك عامل ايه؟ انت في 2025 ومش عارف تعمل اعلان على الفيسبوك وبتعمل بالطريقه التقليديه، تعالى كده اقول لك على حاجه مهمه قوي هتفيدك قبل ما نبدا في الشرح. كل عليك بس بتروح عندك على جوجل كروم، وبعد كده بتروح عندك على حاجه اسمها فيسبوك ادس لايبراري، وبعد كده بتفتح الموقع ده وهنعرف مع بعض ايه اللي هيحصل. طبعا الموقع ده هيفيدك جدا، واظن انت هتفهم انا عايز منك ايه. كل عليك بس بتروح عندك بتبحث الموقع اللي انت قاعد فيه، وبعد كده بتختار الفئة الإعلانية، بتضغط عليها كده وبتقول له هنا كل الإعلانات، وبعد كده بتعمل تطبيق هنا زي ما انت شايف كده. بعد كده بتكتب هنا اسم الصفحة أو الكلمة الأساسية اللي انت عايز تعمل عليها إعلان. يعني مثلا لو انت شايف ان في حد صديق ليك أو في حد منافس ليك، ممكن تكتب اسم الصفحة بتاعته وبتعرف هو بيعمل إعلانات على ايه وبينافسك في ايه والأرباح بتاعته بتيجي من ايه. يعني مثلا انا هروح عندي هبيع ملابس، ممكن اعمل هنا تاون تيم، فزي ما انت شايف كده بيظهر لي هنا في عمليات البحث تاون تيم. اضغط عندك عليها كده، وبعد كده بتروح عندك على الاعلانات زي ما انت شايف بيقول لك هنا 58 نتيجه. هنا بيقول لك ان في اعلان نشط، ممكن تروح عندك على عرض تفاصيل الملخص الاعلاني، وبعد كده بتنزل تحت كده شويه بتلاقي فيه اعلان للبوست ده، وكمان بتنزل تحت بتلاقي اعلان للتريننج ده، وبتعمل فيه اعلان في اعلان بيتعمل هنا للسويت شيرتات دي، وبرضه بتنزل تحت بتلاقي هنا الكود ده، وبعد كده بتنزل تحت كده شوية بتلاقي عندك هنا قميص الجوخ ده. فدلوقتي انت بتعرف ان يعني مثلا بقول لك هنا قمصان كاروهات ستايل زي ما انت شايف كده هنا خفيف ومريح وعملي، تعرف ان الاعلان شغال على القميص ده. كذلك برضو الفيديو ده، هتنزل تحت كده شوية هتلاقي فيه كل حاجة انت محتاجها في الصفحة بيتعمل عليها اعلانات، ومن هنا هتعرف المنافس بتاعك بيفكر في ايه والارباح بتاعته بتيجي من ايه، ومن هنا بتبدأ تقلد نفس البوست او بتعمل نفس البوست باسلوبك انت، ومن هنا تعرف تعمل اعلان، والاعلان ده يقدر يكسبك ارباح يمكن احسن منه كمان. فاظن كده انت فهمت انا عايز منك ايه. ففي الفيديو ده هنتعلم مع بعض بقى نبدأ شرحنا في عمل اعلان ممول على الفيسبوك التحديث الاخير ل 2025. لكن قبل ما نبدأ الفيديو ما تنساش دعمنا بلايك وسبسكرايب للقناة، ويلا بينا كده نبدأ الفيديو. هاخد من وقتك بس كمان 5 ثواني، انك عشان تقدر تعمل اعلان ممول على الفيسبوك انت محتاج فيزا، والفيزا دي سواء كانت فيزا مشتريات او فيزا ميزة تقدر تعمل اعلانات بيها على الفيسبوك عادي جدا. تقدر تعمل كمان على محفظة فودافون كاش لو هتعمل حاجة اسمها الدفع الالكتروني، او الفيزا المؤقتة تقدر تعمل بيها اعلان ممول عادي جدا وهتلاقيها شغالة معاك. اهلا بيكم ورجعنا لكم تاني كده علشان نبدأ نعمل اعلان ممول على الفيسبوك التحديث الجديد ل 2025. ركز كده معايا وحضر كوباية القهوة بتاعتك او فنجان القهوة بتاعك وتعالى لي علشان نبدأ نعمل اعلان ممول كده بطريقة صحيحة. طب دلوقتي بقول كل اللي عليك بس بتروح عندك على منصة جوجل او موقع جوجل، وبعد كده بتروح تكتب عندك مدير الاعلانات فيسبوك زي ما انت شايف قدامك كده، وبعد كده بتروح عندك على اول واحد هنا او بتروح عندك على الرابط ده، اختار اي رابط وادخل عندك على الصفحة اللي قدامك دي اللي هو الفيسبوك بيزنس. بعد كده بتقول هنا الانتقال الى مدير الاعلانات، وبتستنى شوية لحد ما يتم تحويلك على صفحة مدير الاعلانات. هيظهر لك الصفحة زي ما انت شايف قدامك كده. الصفحة دي اللي انت هتعمل عليها الاعلان الممول بتاعك. لكن دلوقتي قبل ما تيجي تعمل اعلان ممول محتاج انك تضيف الفلوس بتاعتك الاول. طيب اول حاجة بتروح عندك على علامة الترس او الاعدادات اللي انت شايفها قدامك دي كده، وبعد كده بتنتظر شوية لحد ما يجي يفتح لك صفحة اسمها اعدادات الدفع، اضغط عليها ضغطة كده لحد ما يفتح لك تاب جديد، ومن هنا بتضيف طريقة الدفع بتاعتك. هنا بتروح عندك على حاجة اسمها هنا إضافة أموال أو الأموال المتوفرة، طبعا ما فيش أي أموال بس كل عليك بس بتضغط عندك على كلمة إضافة أموال هنا، وبعد كده بتضغط عليها وبيختار بين الفيزا والماستر كارد أو فيزا ميزة أو حتى كمان فوري، تقدر تستخدم أي مبلغ أنت محتاجه. وبعد كده بتروح عندك بتكتب الميزانية بتاعتك، بس لو أنت هتعمل حملة كاملة حاول تضيف 3000 جنيه أو بتضيف حوالي ممكن نقول 100 دولار لو أنت خارج مصر. طيب دلوقتي انت محتاج تعمل بالميزانية اللي قدامك دلوقتي، ما تحاول يعني لو هتجي مثلا تعمل اعلان ممول في اليوم ممكن تخليه من 300 ل 400 جنيه وده افضل حل ليك. عايز تخلي اقل من كده ممكن تحط 200 جنيه، لكن مثلا احنا هنحط حوالي 3000 جنيه اعلان ممول، تكتب 3000 جنيه، وهفهمك دلوقتي حتة الفلوس دي ازاي بتتحسب، وضغط عندك على كلمة التالي، وبعد كده بتنتظر شوية لحد ما يتم إضافة المبلغ بتاعك، طبعا كل ده بعد ما بتيجي تضيف الفيزا وتضيف لو سواء كان فيزا فوري أو بطاقة الائتمان بتاعك، كل ده بيتم إضافته على الحساب بتاعك أنت.
طبعا بتروح عندك بتضيف اللي هي الماستر كارد بتاعتك او فيزا ميزة براحتك خالص. طبعا انت كل عليك بس بتروح تضيف فيزا ميزة وهضيفها واضيف الفلوس وارجع لكم من جديد. بعد ما تيجي تضيف الاموال بتاعتك انت بتروح عندك على الصفحة الرئيسية زي ما انت شايف كده. وخلي بالك كمان شوية اكلمك في حتة الفلوس والميزانية، بس انت ركز معايا. على سبيل المثال انك هعمل اعلان ممول على المنتج ده، طبعا بعد ما انا اتفرجت على الفيديو الاولاني او المقطع الاولاني من الفيديو قبل الفاصل انا كنت قايل لك ازاي تقدر تحصل على المنشورات او بتحصل على البوست بتاع المنافس بتاعك علشان تتقلد نفس البوست ده وترفعه عندك كمنتج، وبعد كده انت بتبدا تنافسه في الحاجه اللي انت هتعملها سواء كان اعلان ممول او بتنافسه مثلا في الاسعار. فدلوقتي على سبيل المثال ان انا هبيع مثلا منتج زي ده، وده عباره عن ساعه اللي هي سمارت واتش. طبعا انا شفت منتج زي ده، طبعا لازم تضيف الهاشتاجات، خلي بالك عشان الهاشتاجات دي هتجيب لك زيارات اكتر، خلي بالك من النقطه دي. هتروح عندك عند مدير الاعلانات، بعد كده بتضغط عندك على كلمه انشاء علشان نبدا نعمل انشاء على المنصه بتاعتنا او على الفيسبوك بتاعنا. فدلوقتي بيقول لك نوع الشراء سواء كان وعي ولا زيارات ولا تفاعل ولا العملاء المحتملون ولا ترويج للتطبيق او المبيعات. خليه كلمه تفاعل، ليه؟ لان التفاعل دي انا شايفها ان هي بتشمل سواء كان لايكات، تواصل، بيكلمك على صفحه الفيسبوك، وكل ده بسعر حنين شويه. لكن لو هتيجي تعمل مبيعات انت لازم يكون معاك ميزانيه مش اقل من 5000 جنيه. فانت خليك في حاجة كويسة، يعني خليك في التفاعل، هتلاقي فيه كل ده في كلمة التفاعل دي. فهتروح عندك على كلمة متابعة، تنتظر كده شوية. هنا بقولك حملة اعلانية هدف تفاعل يدوي ولا الاعلانات الموصى بقى. طبعا هو بيديك يعني مثلا زي مميزات، يعني يقولك انا هعملك اعدادات على مزاج انا. طبعا الاعدادات اللي على مزاج هو بصراحة مش فعالة يعني. فانت هتعمل بس حملة يدوية وتقوله هنا متابعة. ليه انا ما عملتش الاعدادات؟ لان الاعدادات اللي هي الموصى بها دي هو بيعملها على مزاجه هو مش على مزاجك انت، فانت هتكلفك كتير قوي. هنا مثلا حمله اعلانيه جديده بهدف التفاعل، ممكن نخليها مثلا ساعه، ممكن تكتب مثلا هنا ساعه سمارت، تمام. انا هبيع مثلا ساعه، انت ممكن تبيع ملابس، ممكن تبيع كتب، ممكن تبيع اي حاجه تانية، لكن انا هستهدف الساعات. انت ممكن تبيع اي حاجه تانية لكن تركز معايا في اللي انا هقوله لك. فدلوقتي بتروح عندك على الفئات، خلي الفئات زي ما هي، خلي كل حاجة كده زي ما هي، خيارات إضافية، تخلي كل حاجة برضو هنا زي ما هي، حملة الميزانية برضو تخليها زي ما هي متوقفة، وهنا إيقاف تشغيل زي ما هي، اضغط بس عندك على كلمة التالي، احنا بس في الصفحة الأولانية غيرنا اسم الحملة الإعلانية بس، ممكن نعمل لها نسخة عشان نحتاجها يعني دلوقتي، اضغط عندك على كلمة التالي، هنا بقولك مجموعة الحملة الإعلانية برضو نكتب هنا سمارت أو ساعة سمارت. هنا بقولك التحويل، موقع التحويل بقولك هنا وجهات لرسائل او في اعلانك، يعني مثلا احنا ممكن نختار هنا في اعلانك بس، بلاش كلمة وجهات الرسائل دي. نوع التفاعل خليها التفاعل مع المنشور، خلي بالك من الحتة دي، يعني موقع التحويل هتخليه في الاعلان بتاعنا، وهنا نوع التفاعل هتخليه مع المنشور بس، خلي بالك من الحتة دي. هدف الاداء تعزيز فرص التفاعل من خلال المنشور، زيادة معدل وصول اليوم الفريد، زيادة عدد مرات الزور، خليها تعزيز فرص التفاعل من خلال المنشور. هدف التكلفة يكون اختياري، لا سيبها فاضية زي ما هي. هتنزل تحت كده بقولك هنا الميزانية اليومية، لو انت عاوز تخلي الميزانية اليومية خليها اقل حاجة 200 جنيه في اليوم، خلي بالك من النقطة دي. لكن لو معاك ميزانية حملة كلها، الحملة دي بتقعد معاك مثلا حوالي شهر، شهر ده انت بتضيف على الاقل خالص 3150 جنيه. ولو انت هتضيف 100 دولار يعني 5000 جنيه فدي حاجه لصالحك انت وهتحقق مبيعات اعلى. طبعا انت المبيعات اللي انت هتحققها شرط انك تكون بتحقق مبيعات بتغطي سعر الاعلان وسعر المنتج علشان تقدر تكسب كويس. فانت دلوقتي لو معاك 200 جنيه خليها ميزانيه يوميه وخليها لمده 5 ايام بس، ما تزودش عن 5 ايام. ولو انت هتعمل ميزانيه الحمله كامله خليها 3150 جنيه وما تزودش عن كده. ممكن عايز تزود يبقى حاجة برضو لصالحك، بس ما تزودش عن شهر، شهر هيبقى كمان كتير، ممكن تخليها 20 يوم وتوقف على كده. طيب كل ده انا هعمله ازاي؟ لو انا ميزانية الحملة كلها خليها 3150 جنيه واروح اقول له تاريخ البدء من يوم 13 اللي هو من النهاردة، من تاريخ النهاردة هينتهي مثلا بعد 14 يوم او بعد 30 يوم، ما تزودش عن ال 30 يوم يعني يفضل. لو هتخليها 14 يوم يبقى انت كده هتجيب هتحقق مبيعات اعلى والريتش معاك هيكون اعلى واعلى. طب ونفترض يكون انت عايز الميزانية تكون يومية، ممكن نعمل مثلا نحط في اليوم 200 جنيه ونخلي مثلا اعادة تعيين التاريخ
هنخليها مثلا بل بلاش 14 يوم، لا خليها لمدة 5 أيام بس. النهاردة 13 يناير، هنخليها مثلا لحد يوم 17. ده حلو قوي كده، وهتحقق معاك مبيعات أعلى برضو. خلي بالك من الحتة دي، أنا هخليها مثلا يوم 18 زي ما أنت شايف كده. طيب دلوقتي أنا حاول إن أنا أخليها لميزانية الحملة كلها، وزي ما إحنا اتفقنا خليها لمدة 14 يوم، وممكن تضيف المبلغ اللي أنت عايزه. خلاص خلصنا من الحتة دي، حتة الفلوس، وأظن أنت تكون فهمتني. لو أنت مش فاهم أي حاجة اكتب لي في الكومنتات بتاع الفيديو. طيب جدولة الميزانية خليها زي ما هي كده، جدولة العرض برضو خليها زي ما هي، التحكم في الجمهور، ممكن تستخدم الجمهور أو بتعمل هنا تعيين للجمهور بتاعك، بس يخليها زي ما هي. هنا بقى بتيجي للمواقع، ودي حاجة مهمة قوي. هنا انت عايز تعمل موقع بتاعك في مصر كلها، ودي اتعلم لك على العلامة دي. بس لو انت هتعمل في مصر كلها، فانا ما انصحكش انك تعمل ب 3150 جنيه ولا حتى ب 100 دولار. انت حاول تحدد المنطقة اللي انت فيها، وبعد كده بتوسع المكان، وكل ده هنعرفه دلوقتي. لكن لو انت معدي ال 100 دولار اعمل في مصر كلها عادي جدا. طيب دلوقتي انا محتاج احقق بس ارباح في القاهرة، انا هستهدف بس منطقة او محافظة القاهرة بس. فانا بكتب هنا مثلا القاهرة، وبنتظر شوية لحد ما يظهر لي عند الاقتراحات دي. انا هخليها في مدينة القاهرة زي ما انت شايف كده. طبعا في دايرة قدامي زي ما انت شايف، لا انا ممكن اضيق الدايرة دي او اوسعها زي ما انا عايز. يعني مثلا الدايرة دي بروح عندي على علامة 40 كيلو، ممكن يكون الاعلان يوصل للقاهرة او بعد القاهرة مثلا بحوالي 60 كيلو، او ممكن ان انا استهدف منطقة القاهرة بس، اللي هي ايه المنطقة دي اللي هي فيها مثلا القاهرة الجديدة، الشيخ زايد. انت برضو حتى كمان لو انت في السعودية عايز تستهدف المناطق اللي هي حواليك، سواء كان قرى، محافظات، مدن، اي حاجة، انت تقدر تستهدف بس الدايرة اللي انت قاعد فيها، ما تستهدفش الدولة كلها علشان ما يبقاش كلف عليك انت. فدلوقتي انا كده اظن انت فهمت ازاي تقدر تتحكم في الاعلانات. يعني الاعلان مثلا بيسلم اعلان، يعني الاعلان ممكن يظهر على تليفون واحد جنبك او صاحبك، ممكن ينقل على طول اعلان لصاحبه التاني، وهكذا لحد ما يتم نشر الاعلان في الدايرة اللي انت شايفها قدامك دي كده. خلي بالك طول ما العلامة دي لونها اخضر، اذا انت في الامان، وكده انت ماشي صح في عمل اعلان ممول على الفيسبوك. طبعا هتنزل تحت كده شوية، هتخلي العلامة صح زي ما هي. الحد الادنى للعمر، بتحدد العمر زي ما انت عايز، وخليها الحد الادنى 18 عام زي ما انت شايف كده. استبعاد الجماهير، لا خليها كل زي ما هي كده. كل اللغات حاول تخلي هنا اللغات العربية تمام، وهنا اللغة الانجليزية. طيب انت ليه اخترت الانجليزية الكل؟ خلي بالك، طب انت ليه اخترت اللغة العربية والانجليزية بس؟ طبعا اللغة العربية لو انت بتعمل اعلان لواحد ممكن يكون عامل لانجوتش او اللغة بتاعة تليفونه باللغة العربية فبيظهروا الاعلان. طيب لو عامل اللغة بتاعته لغة انجليزية برضه هيظهروا الاعلان. لكن مش هتلاقي مثلا في مصر او الوطن العربي لو انت هتعمل اعلان ممول تلاقي حد عامل مثلا اللغه بتاع تليفونه بالكوري مثلا، ما تلاقيش الكلام ده. طيب هتنزل تحت كده شويه، بقول لك الجمهور، لا خلي كل حاجه زي ما هي كده، بلاش كلمه اقتراح جمهور خالص. لكن المواضع دي خلي بالك من حاجه مهمه، بتروح عندك على كلمه عرض خيارات اضافيه زي ما انت شايف قدامك كده، اضغط عليها ضغطه. وبعد كده بقول لك هنا فلاتر المخزون، قوائم، لا استبعد اي حاجه من الحاجات دي خلاص، احنا مش محتاجينها. لكن كل اللي عليك بس بتروح عندك على كلمه المواضع اللي فوق دي، اضغط بس عندك على كلمه تعديل. يعني في حاجه اسمها المواضع، هتقف بس عند كلمه حاجه اسمها ادفانتاجز هنا، بتضغط عندك على كلمه تعديل، وبعد كده بتقول له هنا المواضع اليدويه زي ما انت شايف قدامك كده. هنا بقى بيحدد معاك التطبيق او الاعلان انت عايز تعمله على اي تطبيق. هتدمج الاتنين مع بعض، الفيسبوك والانستجرام، خليها الفيسبوك بس. طيب ليه ما عملتش الانستجرام معاها؟ هيبقى كلف عليك انت، والوصول هيبقى اقل، يعني الريتش بتاعك هيبقى اقل. فانت كل عليك بس بتخليه في الموجز بس، ما تخليش اي حاجة تانية غير الموجز زي ما انت شايف قدامك كده. يعني تروح تشيل اي علامة صح تقابلك في ندائك البحث بقى والقصص والريلز والحاجات دي كلها، انت بس خليها في الموجز علشان تلاقي الريتش معاك زي ما انت شايف بيقدر يوصل لارقام عاليه جدا. وطول زمان العلامه الخضراء دي ظاهره معاك فانت كده في السليم. فدلوقتي بقول لك جرى التحكم من التغيرات اللي انت التي اجريتها في الانستجرام. احنا مش عايزين الانستجرام خالص، لكن عايز بس الفيسبوك تمام.
أدى الوصول وده معدل التفاعل مع المنشور، هيزيد طبعا بعد ما تيجي تضيف بعض المقترحات. تمام كده، تعالوا بنا بقى نضيف المقترحات، ودي أهم حاجة في الإعلان أنت لازم تعملها. لو جيت تطلع فوق كده شوية هتلاقي في حاجة اسمها اقتراح جمهور اختياري في كلمة حاجة اسمها جمهور باستخدام ادفنتكس، زي ما انت شايف كده هيقولك هنا اقتراح جمهور اختياري، اضغط عليها ضغطة كده. هنا بيقولك الاستهداف التفصيلي كل المعلومات الديموغرافية والاهتمامات والسلوكيات، اعمل لها بس كلمة تعديل. هنا بيقولك اضف المعلومات الديموغرافية والاهتمامات والسلوكيات، لو انت بتبيع ملابس اكتب ملابس، يعني مثلا انا ممكن اكتب هنا يعني مثلا الساعات، انت هتنزل مع ملابس، ممكن استهدف مثلا ملابس زي ما انت شايف كده، وممكن نكتب مثلا ساعات، هنشوف هيظهر حاجة ولا لا، ممكن ساعاتي. تمام، هنا ساعة اكسسوارات، خلي بالك لان كده انت شغال بالاي اي. في حاجة اسمها المتسوقون المتفاعلون، دي ما تنساش تضيفها، خلي بالك من الحتة دي لانها تعتبر اكبر حاجة او اكبر يعني استراتيجية انت تقدر تشتغل عليها، واكبر تاجز تقدر تشتغل عليه، اكبر كلمة مفتاحية تقدر تشتغل عليها، خلي بالك من الحتة دي. هنا متسوقون ومتفاعلون، عندي هنا ساعة ذكية، ممكن ننزل تحت كده شوية ساعة حائط تي شيرت، لا مش عايزين اي حاجة تانية، انت حاول بس ما تزودش عن الخمس او ست كلمات مفتاحية. تكنولوجيا اجهزة كمبيوتر، ممكن نخليها هنا سوني سمارت ووتش مثلا، يعني فكفاية عليك خمس او ست كلمات مفتاحية او اهتمامات انت تضيفها زي ما انت شايف كده. طبعا كل ما تيجي تضيف اهتمامات كل ما الريتش معاك بيزيد وبيبقى اعلى، بس خلي بالك اوعى تزود عن خمس او ست اهتمامات زي ما احنا اتفقنا. طيب انت دلوقتي خلصت زي ما انت شايف قدامك كده، خلصت كل حاجة، اضغط بس عندك على كلمة التالي. طبعا انت مش محتاج اي حاجة تانية في الكلام اللي مكتوب تحت ده، اضغط بس عندك على كلمة التالي، وهنا بيقولك هنا صفحة الفيسبوك، انت بس بمجرد ما بتيجي تضغط عندك على صفحة الفيسبوك فبتحدد الصفحة اللي انت عاوز تعمل عليها البوست او الاعلان. تمام، خلاص اخترت الصفحة، انت بس بتضغط عندك على حاجة اسمها استخدام المنشور الحالي. تمام، اضغط على دي، وبعد كده بتضغط عندك على كلمة تحديد منشور، وعلى طول بيحولك على البوستات اللي انت بتنزلها او اللي انت عايز تعملها اعلان ممول. طبعا ده البوست اللي هو خاص بالساعة زي ما انت شايف، بضغط عليه ضغطة كده واقول له هنا كلمة متابعة، وهنا بيقولك ان البوست ده هينزل على التليفون، هيظهر بالشكل اللي قدامك ده كده للناس، يعني حاول كده اقرب لك الشاشة شوية. تمام، هيظهر بالشكل ده، يبقى اسمك واعلان ممول وبتسوق للساعة او المنتج اللي انت عايز تبيعه. تمام، دلوقتي انت هتنزل تحت كده شوية، قالك هنا اضافة خيار نصي، لا خليها زي ما هي. ممكن تعمل ارسال رسالة على الواتساب لو انت عايز تضيف زر الواتساب، بس انا من يفضل انك تخليها بالازرار، وحاول انك تتواصل مع الجمهور عن طريق الكومنتات او التعليقات بس، علشان هم يتواصلوا معك على الماسنجر وكل ده هيجي معاك مع الوقت. طيب انا ليه ما اخترتش الواتساب او ارسال رسالة على الماسنجر؟ علشان هيكلفك اكتر، يعني انت هتعملها بالازرار هتلاقي الريتش معاك اعلى واعلى كمان، خلي بالك من الحتة دي. طيب دلوقتي زي ما احنا اتفقنا نخليها بالازرار، التتبع هتنزل تحت كده شوية، خلاص مش محتاجين اي حاجة تانية كده، كل حاجة تمام والاعلان جاهز للنشر. انت كده خلصت اعلانك، اضغط بس عندك على كلمة نشر الاعلان. تمام، بقولك انا جاري التحميل، جاري النشر واحد من ثلاثة اللي هو الصفحة الاولانية من ثلاث صفحات، لو في اي مشكلة هيقولك ارجع تاني، لكن دلوقتي بقولك تم نشر عدة عناصر، وتقول له عرض التفاصيل، وكده الاعلان مكتمل. اضغط بس عندك على كلمة تم، وروح عندك على مدير الاعلانات، هنبص كده على الاعلان بتاعنا، هتلاقيه معلق لفترة مؤقتة لحد ما يتم الموافقة عليه، وعلى طول بيتم الموافقة على الاعلان او نشر الاعلان على طول في خلال ساعتين او ثلاث ساعات، وتلاقي الاعلان معاك اشتغل عادي جدا. تقدر دلوقتي توقف الاعلان زي ما انت شايف كده في التوقيت، مثلا بالليل ممكن نخلي الاعلان مثلا يشتغل الصبح من الساعة 7 الصبح لحد الساعة 11 بالليل، وتوقف الاعلان الساعة 11 بالليل وتشغله الصبح من جديد. طيب كل ده هيجي على فلوسي؟ لا، هتلاقي الفلوس معاك بتتحسب بالزيارة، بتتحسب بالرسالة، بتتحسب بالنقرة، كل ده على كلمة التفاعل اللي احنا اخترناها في الاول. ودي كانت طريقة عمل اعلان ممول على الفيسبوك. كده الشرح انتهى، اتمنى يكون الشرح عجبك، يا ريت ما تنساش دعمني بلايك وسبسكرايب للقناة، واشوفكم في حلقة جديدة، ودمتم بخير، مع السلامة.